إلى أين يا هذا الأنمي؟ إلى أين؟ إلى أين؟ على وين يا إيسيام؟ يا الله، كلما أقول له آه يقول لي هو لا. إيش فيه؟ إيش اللي صاير؟ خلونا نعترف بس بشيء، يعني خلونا نتفق على نقطة حقنا، ما نقطعوا برا لو سمحتوا. الغلابة يعني أمثالنا اللي جالسين يحللوا ويحاولوا يفهموا إيش جالس يسوي إيسيام، والله مساكين، والله يضعف الله إحنا، والله غلابة ما ندري وين الله حاط. نتوقع الشيء هذا ما يصير، الشيء هذا يصير الشيء هذا، شيء بعيد كل البعد. الكاتب جالس يستعرض عضلاته في كل حلقة، بالذات في هذا الموسم كذا قاعد يوريك، يقول لك شوف، بص على التراي، بص على الباي، بص على الصدر. اوه يا سياما، ترى هذه كله حلطمة، ماني عارف كم راح تستغرق مني هذه الحلطمة في الفيديو، بس بتحلطم لأن نبدأ في الهرج. لا بس صراحة يعني، صراحة خلونا يعني إيش نغلق هذه الحلطمة اللي دائما في كل فيديو أو في بداية كل فيديو، ننهي هذه الحلطمة بتحية، تحية كبيرة للكاتب إيسياما واللي شيطان بارادايس شخصيا. يلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. فيديو اليوم برعاية متجر إيدو الرهيب جدا، واللي يوفرون منتجات كثيرة ومنوعة لأنمي هجوم العمالقة وغيره من الأعمال، ولكن هالفترة مركزين على هجوم العمالقة لأنه عامل شغل ومسوي زحمة، ومنزلين تشكيلات جدا رهيبة من التيشيرتات والبلوفرات اللي مرة لا تفوتكم. رابط المتجر في الوصف، ولو حابين تطلبون من عندهم استخدموا كود الخصم تبعي وجيه وراح يجيكم خصم جدا ممتاز. قبل نبدأ خلوني أقتبس هذه الأبيات، يقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي: وشعرت أني في القيامة واقف، والناس في ساحاتها قد هرولوا، يسعون كالموج العنيف عيونهم، مشدوهة وعقولهم لا تعقل، والكون من حولي ضجيج مرعب، والأرض من حولي امتداد مذهل. ديش 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 ياب ديش ديش ياب. إيرين ميكاسا، إيش تقول يا آرمن؟ ما اسمعك. عالي السكوت ما اسمعك، عالي الضجيج ما اسمعك. زيك حبيب القلب يا جماعة، لما قرر انه ياخذ ايرين في جولة الى الماضي علشان يوريه ذكريات ابوه، كان هدفه انه يغير تفكير ايرين ويوريه انه ايش، شوف كيف ابونا كان قاسي وكيف كان يربينا تربية غلط. ولكن للأسف زيك ما عرف انه بحركته هذه قدم خدمة ومعروف لايرين لن ينساه ما حي، لأنه إيرين عن طريق الرحلة البسيطة هذه في الزمن أو إلى الماضي غير أشياء كثيرة، من ضمنها توجهات أبوهم غريشا. في مرحلة ما يا جماعة غريشا ترى خلاص كان يا أبوي خليني أربي إيرين وخليني أعيش حياتي وخلي الناس، مال أمي مالي الشغل مالي دخل، عارفين كان ناوي ينسحب ويترك كل شيء في حال سبيل. ولكن إيرين من المستقبل، إيرين خوينا الحالي، قدر يوصل له عن طريق ذكرياته وقوة العملاق المهاجم، لأنه كان موجود في هذه الذكرى بسبب زيك السبيكة، قدر انه يتحكم بابوه ويخليه ينصاع لاوامره. طيب كيف هو غريشا خبل يتلعب فيه كذا بكل بساطه؟ يا سلام، هنا ايرين عرف يلعب على الوتر الحساس. كان يخلي ابوه غريشا يشوف ذكريات معينه من المستقبل او احداث من المستقبل، بس ما كان يوريه الذكريات الحلوه ولا الذكريات الورديه، اختار ذكريات معينه تخلي غريشا ينصاع لاوامر ايرين. وراه شيء، ايش الشيء اللي وراه غريشا؟ ما حد عارف، ولكن الشيء هذا خلى غريشا يقول سمعا وطاعة يا إيرين، راح أقتل وراح أقتل وراح أسلب وراح أسوي وراح أعطيك العملاق المؤسس علشان الشيء اللي شفته أنا في المستقبل ما يصير. الموضوع ملغوص يا جماعة، وأنا متأكد إنه ما زال في كثير علامات استفهام فوق رؤوسنا بقدر ما حاولنا إننا نفهم إيش اللي صاير من لغوصة في الماضي والمستقبل وقوة العملاق المهاجم والتواصل اللي صار ما بين غريشا وما بين إيرين. ولكن هذا اللي حصل ببساطة، إيرين المستقبلي سافر إلى الماضي وغير في الماضي بحيث يغير المستقبل، زي أي فيلم سافر عبر الزمن لما يسافروا إلى الماضي ويغيرون أحداث بحيث المستقبل يصير بشكل مختلف. هذا اللي سواه إيرين بواسطة استخدامه أو استغلاله لغريشا وزيك. وشكرا لمين؟ شكرا لعمو زيك اللي كان متوقع انه ايرين المفتاح. هيا القم القم يا العوارض، القم يا الاشقر، القم يا ابو الدم الملكي. مسكين مسكين زيك، كان عنده خطه بس. انت تتكلم عن ايرين؟ ايرين ييجا يوميرا الطفله يا جماعه، او العبده ان صح التعبير، هي عبده، والعبد إذا تم تربيته على شيء صعب جدا إنه ينصاع لشيء مختلف. علشان كذا لما يقول لك يا عبد ليش ما تتمرد؟ ليش ما تهرب؟ ليش ما يقدرون؟
خلاص ضربوهم عذبوهم تعبوهم بكل الطرق علشان ينصاعون وما يقدرون يلفون ويدورون. فدم العبودية للأسف موجود عند يومير. قبل 2000 سنة كانت طفلة عايشة في قرية بسيطة ومع أهلها ومع رعاياها، وجاء ملك إلديا اللي يفترض أنه كان وقتها قاعد يغزو كل القرى والأماكن اللي حوله، واختطفها وقتل اللي قتل من أهلها وأخذها هي ومجموعة من العبيد وقطع ألسنتهم ووظفهم لخدمة مصالحه الشخصية. المشكلة مش هنا، إلى الآن يومير مجرد عبدة جالسة تسوي اللي يطلب منها مالكها أو سيدها. المشكلة يا حبيبي إنه يومير وقعت في الحب، وقعت في فخ الحب، لا بارك الله في هذا الحب اللي تعرفيه يومير، بل إنها وصلت إلى مرحلة مستعدة تسوي أي شيء علشان تكسب قلب هذا الملك الرمة، حتى لو على حساب حريتها، حتى لو على حساب سعادتها، حتى لو على حساب طفولتها أيا كان، بل إنها غفرت له كل ذنوب اللي ارتكبها في حق أهلها وقريتها باسمه، باسم الحب. يوم من الأيام يومير جابت العيد، أو على الأقل هذا اللي فهمناه، أنهم اتهموها أن هي هربت أحد الخنازير، ذنب بسيط تافه، ولكن الملك شاف أنه ذنب عظيم ويستحق القتل والنفي. قال لها أنت اللي أطلقتي سراح الخنزير، هي أهربي لك الحرية، إن نجوتي في هروبك فأنت حرة، وإن ما نجوتي فأنت ميتة obviously. هربت يومير، وبطريقة ما وأثناء هروبها دخلت في جذع شجرة على طريقة أليس في بلاد العجائب. تعرفون أليس في بلاد العجائب؟ ياب، يمكن معظم من نعرفها. وداخل هذيك الشجرة التقت بمخلوق غريب جدا، أطلق عليها الكاتب والمترجم اسم الشيء. إيش هو هذا الشيء؟ ما ندري. إيش يسوي هذا الشيء؟ ما ندري. إيش أصل هذا الشيء؟ والله ما ندري، بنكتشف أكيد بعدين، يعني يفترض إذا في تفسير ولا بيتركونا كذا. ما ندري وش هو هذا الشيء بالضبط، ولكن الأكيد إنه منح يومير قوة العمالقة. شلون؟ إزاي؟ أكرر، ما ندري. فوا أسفاه عليك يا يومير وعلى الحب الأعمى اللي عمى قلبك وبصيرتك. بدل ما ترجع للملك وتقتله وتنتقم إلى شعبها وتعيش بحياة حرة وقوية وعندها كل شيء، قالت لا، أنا أرجع للملك وأكسب حبه عن طريق القوة اللي عندي، أوري إنه عندي عملاق وأقدر أغزو العالم كله علشان يحبني هذا الملك. يقلع أم الحب اللي تعرف فيه يا شيخة. خضعت له باسم الحب وخلته هو الآمر والناهي، هي عبدة عنده وزوجته في نفس الوقت وأم بناته. ولأنه الملك شاف فيها فرصة استثمارية، يا حبيبي هذا الجيش جاهز مجهز، هذا عملاق جاهز مجهز أقدر أغزو العالم فيه كله مش بس مارلي، فاستخدمها لمصالحه وخلاها تخلف منه 3 بنات. وخمن معي عزيزي الوجيه إيش أسماء 3 بنات؟ يب، سينا وروز وماريا، اللي هي في الأصل أسماء 3 أسوار اللي تحيط ببرادايس. الله أكبر عليك يا إشيام، الله أكبر. الله ماتت يومير، بس علشان مين؟ علشان نفس الكلب الملك الرمة. الحب أعمى يا جماعة، الحب أعمى، إيش نقدر نقول؟ الحب. الملك بعد موت يومير قال يا ولد هذه العبدة ماتت، ما قال زوجتي ولا عمره ذكرها باسم حلو، يا عبدة يا عبدة، العبدة هذه ماتت، لكن صدقني ما خلي قوة العمالقة تروح، أنا بسبب هذا العملاق اللي عندها غزوت العالم وبنيت أسوار وشيت قصور وسويت جسور وسويت هليلة في هذا العالم. هاتوا جثة العبدة يومير، برضو العبدة ما زالت عبدة بعد كل شيء سوته لعيونه، ما زالت عبدة. ما هذا أيها الرجل الذكوري الكلب؟ هاتوا جثة يومير العبدة وقطعوا لي إياها حتت، وخلوا بناتي 3 ماريا وروز وسينا يأكلوا لحم أمهم ويرثوا منها قوة العمالقة. واضح أنه طريقة توريث العمالقة في ذيك الفترة كانت تصير بشكل مختلف، اللي كان عنده عملاق كله وكل اللي داخله وبتصير انت عملاق. وتوزعت قوة عملاق يومير الى 3 اشخاص وقتها، اللي هم روز وسينا وماريا، وبعدها وبشكل تدريجي بدأوا ينفذوا وصية ابوهم الملك ويوزعون او يورثون قوة العمالقة لمن بعدهم، الى ان وصل الى الحد الاقصى لعدد العمالقة 9. المشكلة مش هنا، احنا قلنا خلاص يومير ماتت وارتاحت هم العبودية وهم الحياة السقيمة، لا، وين احنا منتهينا؟ راحت الى المسار وما زالت تخدم الملك وكل من يخرج من تحته، واستمرت في خدمة الشعب الالدي باسم حب الملك الاول لمدة 2000 سنة. 2000 سنة من الشغل والكرف والكر والفر وبناء العمالقة. يا الله يا يومير، قلبي تقطع عليك يا بنتي، قلبي تقطع. ايش هذا؟ اي قسوة فيك يا إسيام انك تكتب شخصية بهذا الشكل يا ويلي؟ وهنا جاء دور إيرين ييغا، بالرغم من انها كانت على بعد خطوة
خطوتين من انها تسمع كلام زيك وتروح تسوي او تفعل خطة القتل الرحيم، الا ايرين قدر انه يتحرر بطريقة مؤلمة جدا من القيود اللي كان فيها، وراح ركض عند يومير وضربها في الوتر الحساس. وش ضربها؟ ضربة بيده يعني، قدر انه يدخل لها الى عقلها من المكان الحساس في اضعف نقطة في قلبها. ايرين ايش قال لها؟ قال لها يا اخي انت حرة، ترى منتي مجبورة على هذا الكلام، منتي مجبورة، تقدري تموتي بسلام وتنهي معاناتك، ما حد له سلطة انه يأمرك وينهاك، 2000 سنة وانت هايمة في هذا الفضاء الفسيح، تصنعين عمالقة من دون توقف، اما انا لك ان تستريحي، اما انا لعينيك الجميلتين ان ترتاح وتنام وتدخل في النوم الابدي، اعطيني يا يومير قوة العملاق المؤسس، وانا راح انهي معاناتك ومعاناة الشعب الالدي الى الابد. وعلى ما يبدو يا يومير كمان انك جبتيني هنا لهذا المسار لغرض ما، انت كنت منتظرة احد يحررك، ما في احد راضي يحررك، كل واحد يرث قوة العملاق المؤسس استمر في استغلالك، انا ما راح استغلك، اعطيني قوة العملاق المؤسس وراح انهي معاناتك ومعاناة الشعب كله، اعطينيها. ويا لها من لحظة وقردنة سريعة تمت بواسطة الشيطان ايرين. يومير قالت هيل نو، من جد كلام هذا، اما انا لعيوني ان تستريح، شكلك بوم، خذ يا ايرين قوة العملاق المؤسس وخذها بكامل قوتها وبكامل تفاصيلها وبكامل كل نقطة صغيرة وكبيرة فيها. وببساطة انسحبت قوة العملاق المؤسس من زيك واخذت او اعطيت الى ايرين، ولان الوقت مثل ما قلت لكم في المسار يمر بسرعة كبيرة، الوقت في الواقع كان لسه راس ايرين باقي قاعد يطير، طول الحوارات والقصص ذيك اللي صارت راس ايرين باقي وبمجرد ما اعطته يومير قوة العملاق المؤسس جاء هذاك الشيء اللي يومير لقيته تحت او داخل جذع الشجرة وخرج من جسم ايرين ومسك رأس ايرين واعاده الى الحياة. وشفنا لاول مرة العملاق المؤسس بشكل جدا غريب، كان ما في صورة واضحة له يعني، بس ايش ذا كله؟ ايش هذا؟ يا ساتر. وخرجت عمالقة الدك وقامت القيامة في جزيرة بارادايس وفي عالم إيسياما برضو، الأرض تهتز، الأسوار حطمت، القبور نبشت، العمالقة تمردت وخرجت. يا الله ايش هذا؟ ايش المنظر المهيب هذاك اللي صار؟ اليوم يا جماعة ما في شيء راح يوقف في طريق ايرين، ايرين صار هو المؤسس، ويومير شخصيا المؤسسة في صفه، صار عنده قوة العملاق المؤسس وحرك جميع عمالقة الدك دون استثناء. وهنا جاءت الصدمة، احنا كنا متوقعين انه ايرين عنده خطة مختلفة، كنا مراهنين بطريقة ما على كلام ارمن انه ايرين بيحرك له شوية عمالقة يروح يقتل فيها جيش مارلي ويرجع عيش يحمي الجزيرة، ولكن هنا ارمن ايش قال؟ قال احي يا ميكازا، هذولي مش 100 عملاق، هذا ايرين حرك الملايين، حرك ملايين العمالقة، وين رايح ايرين؟ ايش خطتك ايرين؟ too much، this is too much to do your plan، او الرهان اللي احنا متوقعينه، مليون عملاق متوجهين الى وين؟ انا هقول لكم الى وين، راح اقول لكم رايحين الى وين عن طريق اقتباس اخر كلام قاله ايرين في خطابه لما جمع كل الشعب الالدي داخل المسار وخاطبهم بصوته، قال عمالقة الدك سوف تدك باقدامها كل ما هو موجود على سطح الارض عدا جزيرة بارادايس، ولسان حاله يقول اتظن انك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثا تحاول لا فناء لثائر، انا كالقيامة ذات يوم آتي. ترى والله كثير مش كثير على عقولنا لاستيعابه، ترى احنا بشر قلوبنا يا صيامة، ارحمنا، ارحم اللحمة الصغيرة اللي داخل صدورنا هذه، ارحم الجزء البسيط اللي ينبض بالحياة داخلنا هذا، ايش قاعد تسوي فينا؟ يا الله يا المنظر المهيب اللي صار في نهاية الحلقة، العمالقة، بعدين لاحظوا العمالقة لما خرجوا ما خرجوا بشكل عشوائي، لا خرجوا من حوالين الجزيرة علشان ما يدمرون الجزيرة، يعني ايرين حرفيا ناوي يحمي الجزيرة بس ناوي يسوي مصيبة ثانية هناك. ايش بتسوي ايرين؟ كم معكم الوجيه؟ اشوفكم في الفيديو القادم.